بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على السيل ديفيجن ونتكلم على how to cell decrease through apoptosis اللي هو البروجرام سيل ديس يعني موت الخلايا المبرمج. apoptosis involves caspases بعض مجموعة من الإنزيمات بيسموها الكاسبسز عبارة عن سيستين بروتيازس نوع الإنزيمات سيستين بروتيازس إنزيمات بتحلل البروتينات اللي هي مجموعة كده مع بعضها about 50 enzymes or more called caspases bring about apoptosis والإنزيمات دي اللي بتؤدي إلى عملية موت الخلايا المبرمج. What are the types of these caspases? Number one, initiators. Number two, exertioners. يبقى number one initiators which receive the signals to activate the exertioners. ودي أول حاجة بتستقبل المحفزات أو المبادئات اللي بتستقبل الإشارات عشان تبدأ تحفز تاني وتنشط مجموعة تانية من الإنزيمات بيسموها الإكزيوشنرز. الإكزيوشنرز activate or turn on بتفتح الإنزيمز تعمل لها activation للإنزيمات that breaks the DNA in the nucleus of the cell that will be die. That will be die. الحقيقة طبعا الأبوبتوسيس الميكانيزم زي يحصل بقى أبوبتوسيس characterized simply the cell rounds up يعني الخلايا تبقى جنب بعضها كده مرتبطة مع بعضها. طب الخلايا دي بقى حصل فيها مشكلة دي فالخلايا دي يحصل لها ايه rounds up يعني تلتف أو تستدير حول نفسها and loses the contact with its neighbors يعني تفقد الاتصال بينها وبين الخلايا الأخرى يعني تستدير وتلتف حول نفسها وتفقد التلامس ما بينها وما بين الخلايا اللي هي الايه السليمة الأخرى. ده أول خطوة. رقم اتنين يحصل كروماتين كوندنسيشن الكروماتينات أو شبكة الـ DNA الموجود يحصل له كوندنسيشن تكثيف ويتكثف وينضغط جنب بعضه البعض. بعد ما يحصل له كده يقوم النواة كلها يحصل لها fragmentation. يبقى ده أول نوع من الفراجمنتيشن يحصل فيه اتنين فراجمنتيشن. أول نوع اللي هو يحصل فيه النيوكليوس بعد ما يحصل كروماتين كوندنسيشن يحصل نيوكليار فراجمنتيشن تجزئة وتتفتت النوع. بعد كده يحصل cytoplasmic blisters and swell or pleops and cellular fragmentation into small apoptotic bodies. يبقى ده الخطوة رقم اتنين هو في عملية الفراجمنتيشن يعني الخلية كانت كده مستديرة كده بعد كده يحصل لها pleops او يحصل لها ايه انتفاخات كده للخارج وكل جزء من البليبس ده ياخد جزء من السيتوبلازم الموجود ده وبعد كده ينفصل خالص الى ايه اجزاء صغيره بيسموا الاجزاء الصغيره دي apoptotic bodies. apoptotic bodies these apoptotic bodies are quickly phagocytosed or engulfed. يحصل لها ابتلاع بقى بواسطه ايه الYBCs white blood cells خلايا الدم البيضاء and or by neighboring cells and digestive without triggering inflammation. يعني الأجزاء المتفتتة الخلايا اللي انفجرت دي وتفتتت بقت أجزاء صغيرة تبتلع بواسطة الـ YBCs خلايا الدم البيضاء أو يكون الخلايا السليمة اللي هي كانت بتحيط بالخلايا اللي حصل فيها مشكلة دي تبتلعها للداخل برضو عن طريق الإندوسيتوزيس وتبتلعها للداخل وبعد كده تبدأ يحصل لها digestion أو destruction داخل الخلايا السليمة والكلام ده بيحصل ودي نقطة مهمة جدا وزاوية triggering inflammation بدون تحفيز أو تنبيه أي التهابات يعني بدون ما يتدخل جهازك الإيه المناعي في الموضوع عشان كده أنت ما بتحسش إن في أبوبتوزيس شغال في جسمك على طول لأنه ما بيسببش أي inflammation.